عليكم شباب وياكم مرتضى الجليحة، واليوم حلقة تسريبات عن الأجهزة قبل الإعلان عنها بشكل رسمي. لو نبدي ويا شركة سامسونج وجهازها الجالكسي S10 و S10 بلس، بعد مرور 10 سنوات على إطلاق أول هاتف من فئة الأس من شركة سامسونج، سوف تطلق شركة سامسونج جهاز جالكسي S10 بداية السنة الجديدة ب 2019. هذا الجهاز يحتوي على مميزات، طبعا الكثير يتمنى أن تكون هذه المميزات بهذه النوع من الأجهزة. طبعا من هذه المميزات تكون الشاشة قليلة الأطراف نفس ما موجود بجهاز فيفو وجهاز أوبو التي أطلقتها هذه الشركات بالأيام السابقة. طبعا وكالة أنباء كورية تظهر بأنه شركة سامسونج سوف تستغني عن ميزة مازح قزحية العين في أجهزتها الجديدة في بداية السنة 2019، ومنها جالكسي S10 ونوت 10. يمكن القول بأنه آخر جهاز سوف يحصل على ميزة مازح قزحية العين وهو النوت 9. طبعا هذه الشركة سوف تستبدل هذه الميزة بميزة التعرف على الوجه الثلاثية الأبعاد نفس ما موجود بآيفون X، وهذه الميزة تكون أكثر أمان من السابق. كذلك يمكن أن تضيف البصمة داخل الشاشة من المرتقب بهذه الشركة، وإذا لم تنجح شركة سامسونج بإضافة هذه الميزة داخل الشاشة نفس شركة هواوي وشركة فيفو، سوف تضطر إلى وضع البصمة في الخلف وميزة التعرف على الوجه الثلاثية الأبعاد. ومن الممكن أن تستخدم البصمة خلف الجهاز لقياس ضغط الدم وقياس عدد نبضات القلب. طبعا هذا الجهاز راح يأتي بأحدث معالج من شركة كوالكوم وأحدث معالج من شركة سامسونج الأكسينوس، ويمكن أن يأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا إضافة إلى بعض الميزات الجميلة، وراح يأتي بالبيكسبي الأصدار الثالث، يمكن أن يضيفوا له اللغة العربية يفعلونها، وراح يكون التجربة جميلة بهذا الجهاز. طبعا لو ننتقل لجهاز نوت 9 من شركة سامسونج، طبعا أكثر التسريبات متفقة أنه التغييرات سوف تحدث على هذا الجهاز تكون طفيفة وقليلة جدا. طبعا هذا الجهاز راح يحتفظ بنفس أبعاد النوت 8 الموجود حاليا، لكن التغييرات راح تكون طفيفة ببعض قياسات الشاشة، إضافة إلى يمكن أن تضيف ذاكرة عشوائية 8 جيجا وذاكرة تخزين 256 لهذا الجهاز. طبعا هذا الجهاز سوف يأتي بمعالج سناب دراجون 845 إضافة للمعالج أكسينوس 9810 نفس ما موجودات في جهاز جالكسي S9 و S9 بلس. طبعا هذا الجهاز سوف يأتي نفس الشاشة 6.3 كواد HD سوبر أموليد، وإضافة نفس الميزات الموجودة بالنوت 8 والميزات الموجودة S9 و S9 بلس. وكما مبين بالصورة نقلت البصمة من جنب الكاميرات إلى أسفل الكاميرات نفس ما فعلت في جالكسي S9 و S9 بلس، وهذه التجربة أضافت ميزة جميلة للجهاز. هذا الجهاز من الممكن أن يتم الإعلان عنه في شهر أغسطس، يمكن 9 أو أقل أكثر من هذه بهذا الشهر. راح ننتظر ونشوف شنو المميزات اللي راح يأتي بهذا الجهاز وشنو التغييرات، وراح نشوف شلون التجربة تكون هذا الجهاز إذا أضافت له رام 8 جيجا مع المعالج سناب دراجون 845. من الممكن أن يأتي هذا الجهاز بسعر ما يقارب 950 دولار أو 1000 دولار. لو ننتقل لشركة أبل، طبعا شركة أبل تستعد للإعلان عن ثلاثة أجهزة بشهر 9. هذه الثلاثة أجهزة تأتي بقياس 5.8 و6.1 و6.5. طبعا جهازين ال 5.8 6.5 يأتيان بشاشات الأوليد من شركة سامسونج. أما آيفون إكس بلس الذي يأتي بشاشة 6.5 من المحتمل أن يأتي بثلاث كاميرات، والفلاش يكون جنب الكاميرات، هذه الكاميرا الثالثة متخصصة بالواقع المعزز، وأن شركة أبل التحديثات الأخيرة للأجهزة التي أطلقتها مهتمة بالواقع المعزز، وأن هذا الجهاز سوف يكون القطع في على الشاشة أصغر من القطع الموجود في آيفون إكس الحالي، وأنه يحتوي على الإصدار الثاني من ميزة الفيس آي دي، ميزة التعرف على الوجه. أما آيفون اللي يأتي بشاشة 6.1 هذا الجهاز سوف يأتي بشاشة LCD ويكون أقل تكاليف. طبعا يأتي هذا الجهاز بإطار من الألمنيوم بدل الفولاذ على مود تكون أقل تكاليف لهذا الجهاز. رسوم التخطيط لهذا الجهاز، يحتوي هذا الجهاز على كاميرا خلفية واحدة ولكن تكون أكبر من الكاميرا آيفون 8 الموجودة حاليا، وهذا يعطي أنه سوف تكون هذه الكاميرا لها ميزة تصوير أفضل ما موجود بالآيفون الموجود
موجود حاليا، وان هذا الجهاز سوف يحتوي على ميزه التعرف على الوجه الاصدار الاول نفس ما موجود بايفون اكس الموجود حاليا. طبعا وفقا للمصادر سوف تخفض شركه ابل تكاليف الايفونات الموجوده، وحيث تكون اغلى ايفون بسعر ايفون اكس الموجود حاليا، حيث يقل سعر الايفون اقل من $300 من ايفون الموجود حاليا، فيكون سعر اغلى ايفون اللي هو يكون 6.5 بسعر ايفون اكس الموجود حاليا، اما سعر اقل ايفون راح يكون بسعر اقل من $700 ما يعادل سعر ايفون 8 الموجود حاليا في الاسواق. طبعا من المحتمل ان تعلن عن هذه الاجهزه هذه الشركه بشهر 9 ان شاء الله، راح ننتظر هذا اليوم وراح نشوف شنو الميزات اللي راح تقدمها شركة أبل لهذه الأجهزة الثلاثة، فراح نشوف شنو التسميات اللي راح تطلقها شركة أبل على هذه الأجهزة، راح نشوف الأسعار شلون غيرتها الشركة نحو الأفضل نحو الأقل أو نحو الأعلى. من المحتمل أنه الشركة تعلن عن هذه الأجهزة في شهر 9، يمكن يوم 9 بشهر 9 او يوم 12 بشهر 9 كما تعلن عنه في السنوات السابقة. بنهاية الفيديو اذا عجبك الفيديو اضغط لايك، اذا ما مشترك بالقناة اشترك بالقناة. وياكم مرتضى الجليحاوي وفي امان الله.